مساءات رائعة في برنامجكم من عمان، نتابع عن كثب أهم مستجدات على ساحتنا المحلية. مشاهدينا، اليوم أعلنت أو مؤخرا أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن فتح باب التسجيل في المشاركة لمعرض جنيف الدولي في نسخته 50. تفاصيل هذه المشاركة، الشروط العامة إلى آخره، أيضا برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا بمدير دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأستاذ علي بن عبد الله المسكري. مساء الخير أستاذ علي، حياكم الله في برنامج من عمان. مساء النور أخت بيان، وشكرا على هذه الإصلاحة. واجبنا. كما ذكرت في حديثي، أعلنتم مؤخرا عن فتح باب التسجيل في معرض جنيف الدولي للاختراعات الذي سيكون بإذن الله في أبريل من العام 2025. نود في البداية أن نعطي المشاهد نبذة حول هذا المعرض. في البداية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أهم أهدافها ومهامها هي بناء القدرات الوطنية للباحثين والمبتكرين من خلال إشراكهم في عدة مسابقات وبرامج، سواء كان محلية ودولية. أحد هذه المسابقات معرض جنيف الدولي للاختراعات. هذا المعرض يقام للنسخة رقم 50، تأسس المعرض في 1972. المعرض يشارك فيه ما يقارب 40 دولة. نعم. من ألف وأكثر من ألف مبتكر. أيضا يشارك في المعرض العديد من خبراء ورواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين، إضافة إلى أيضا المبتكرين من مختلف دول العالم. ممتاز. الشروط العامة للمشاركة في هذا المعرض، لو نفرد مساحة لها للتعريف للمشاهد الكريم. معرض جنيف للاختراعات هو معرض متخصص للمبتكرين الذي لديهم ابتكارات أو مشاريع ابتكارية واضحة، لديهم براءات اختراع، تعطى الأولوية لمن لديه براءة اختراع. نعم. في آخر 3 سنوات طبعا نحن نأخذ براءات الاختراع من 2022 وصاعد. نعم. يعني تكون ابتكارات جديدة. أيضا من الشروط أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية جادة تامة. نعم. أيضا بالنسبة للعمر، المعرض الجنيف لا يستقبل أقل من 19، يعني 19 سنة فأعلى. أيضا من ضمن اشتراطات الوزارة أن يكون المبتكر ما حصل على فرصة دعم من قبل الوزارة يكون له الدعم الأول في هذا المعرض. نعم. لأن مثل ما تعرفين إحنا لدينا عدة برامج ومسابقات، ونحاول نفتح المجال لأكبر عدد المبتكرين اللي يمثلون خارج السلطنة. جميل إنه زيادة فرص أيضا لشبابنا وكل المهتمين في هذا المجال. طيب، بالنسبة لمجالات المشاركة في هذه النسخة، النسخة 50، كيف راح تكون؟ في العادة معرض الجنيف يركز في معظم المجالات، الطاقة، الصناعة، البيئة، الطب، التعليم والموارد البشرية، التقنيات الناشئة. هم يحاولوا أن يلبوا جميع التخصصات، ومن ثم تفرد لها مساحات لكل تخصص له ركن معين في المعرض. فحتى نحن في إعلاننا اللي أعلناه حاولنا أن نشرك جميع التخصصات الموجودة في السلطنة بقدر ما يمكن، يعني لفتح أكبر عدد ممكن للتنافس. صحيح. طيب، التسجيل كيف آليته؟ طبعا فتح التسجيل وما شاء الله حسب ما ذكرت أنه بدأ فعليا حتى. نعم. توصلكم المشاركات، الآلية كيف تكون؟ آلية التسجيل، نحن عملنا إعلان عن المعرض من 16 أكتوبر إلى 16 نوفمبر. نعم. التسجيل يكون عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هناك رابط ممكن المبتكر يدخل على الرابط ويعبي البيانات والاستمارات، إضافة إلى إرفاق ما يثبت على حصوله على براءة اختراع أو طلب إيداع براءة اختراع في آخر 3 سنوات. أيضا إثبات قوة ابتكاره، حداثته، أصالته، لأنه راح ينافس زملاء كثيرين من داخل السلطنة. هدفنا أن نحن نختار أفضل 5 مبتكرين للمشاركة. طبعا بعد الانتهاء من الإعلان راح تشكل لجنة التقييم لفرز أفضل 20 إلى 25 ابتكار، وثم يتم عمل المعرض داخلي مبسط داخل السلطنة لاختيار أفضل 5 مبتكرين راح يمثلونا في إبريل من العام القادم. معايير التقييم أستاذ علي كيف تكون؟ المفاضلة بين يعني مشروع وآخر أو فكرة ابتكارية وأخرى؟ من المعايير المهمة حداثة الابتكار، أصالته، تأثيره على المجتمع، أيضا دور الابتكار في إيجاد حلول، إذا كان الابتكار يعني يساعد في حل كثير من الخدمات الموجودة. ممتاز. أيضا في موضوع تطبيق على أرض الواقع، هل الابتكار ممكن تطبيقه أو تكلفة تطبيقه؟ قد يكون الابتكار واقعي لكن تكلفته جدا غالية، في المقابل في ابتكارات تكلفتها بسيطة والإمباكت أو تأثيرها عالي. فهذه معايير يعرفها لجان التقييم في العادة تكون في هذا المستوى، إضافة إلى ذكرناها سابقا موضوع اللغة الإنجليزية، موضوع العمر،
هذه من ضمن المعايير. والمعرض متى يكون تقريبا؟ ذكرت أنه بعد التقييم يتم فرز الأفكار إلى 25 فكرة ثم استعراضها عبر معرض. في العادة متى يكون هذا المعرض؟ المعرض الداخلي راح يكون في شهر ديسمبر. ديسمبر نعم، في السلطنة، راح يكون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار متمثلة في مجمع الابتكار مسقط، ومن ثم راح يتم اختيار أفضل 5 مبتكرين لتمثيلنا في السلطنة في إبريل من العام القادم. طبعا الوزارة تتحمل جميع التكاليف والمصاريف من اعتبارا من تسجيلهم، التذاكر السفر، الفنادق، إلى البدل اليومي، كل مصاريف المبتكر راح تتحمل الوزارة عنا إن يعني شاء الله. في حوافز. نعم بدون في حوافز مالية كثيرة الحمد لله. طيب بالنسبة لأيضا تاريخ مشاركة السلطنة في هذا الحدث، يعني النسخة 50، متى بدأت الوزارة في المشاركة من خلال أيضا الشباب العمانيين أو حتى من لديه فكرة ريادية وبراءة اختراع في هذا الحدث بالذات؟ الوزارة لله الحمد بدأت لأول مرة هذا السنة، لأول يكون مرة هذا كوزارة نعم تتحمل جميل. التكاليف المبتكرين بالعادة في العادة بدأوا من احنا سمعنا على المبتكرين بدأوا يشاركوا من عدة سنوات على نفقتهم الخاصة والعام المعرض السابق هذه نقطة مثيرة نعم جميلة بعد. فالعام السابق 2023 شاركت الأخت سمية السيابي والأخت رزان وأصداء مشاركتهم في معرض جنية في الاختراعات يعني أثرت فينا أن احنا نتحمل جزء من هذه التحمل مصاريف المبتكرين ونعمل إعلان داخلي ويكون تحمل هذه التكاليف على نفقة الوزارة. ممتاز. الأخت سمية فازت بالجائزة الكبرى في صحيح. معرض جنيف الاختراعات. صحيح. فالوزارة راح يكون أول مشاركة رسمية من قبل الوزارة هذا العام إن شاء الله. جميل، يعني حديثك يقودني إلى سؤال جدا مهم متعلق أيضا بالوزارة، إلى أي مدى اليوم تستقطبون مثل هذه الأحداث العالمية وتصدرون وجود العماني فيها أيضا؟ من مهام الوزارة هي بناء القدرات الوطنية للشباب المبتكرين. هذا البناء القدرات يكون بعدة طرق، إما من خلال برامج تدريبية، من خلال مؤتمرات. اللقاء السابق مع الدكتور سالم كان يتحدث عن مؤتمر ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي في جامعة نزوة. جميل. فدور هالوزارة مثل هذه البرامج، إضافة إلى المسابقات الدولية. نحن عندنا عديد مسابقات. صحيح. عندنا منتدى لندن لعلماء الشباب، مسابقة مختلفة الجدران المتساقطة الأسبوع القادم راح يشارك عندنا 3 مبتكرين. عندنا اجتماعات لينداو، عندنا معرض ماليزيا للاختراعات. وايضا في معارض ومسابقات دوليه قادمه ان شاء الله في الاعوام القادمه، وهدفنا ان نشرك اكبر قدر ممكن من المبتكرين لاحتكاكهم بنظرائهم بخبراء من خارج السلطنه. جميل، كيف تصف مشاركه العماني في مثل هذه الاحداث وانتم ايضا تلمسون هذه المشاركه عام بعد عام في مختلف المسابقات العالميه وحتى البرامج؟ النتائج جدا يعني مرضيه وممتازه، واكبر على دليل على ذلك ان على سبيل المثال منتدى لندن في العاده كنا نحن نشارك 5 باحثين. هذا العام حصلنا على توصيه باشراك 10 باحثين من السلطنه. جميل. لجوده باحثينا وخبرتهم وقوتهم في الابتكارات. ايضا مسابقه مختبر الجدران المتساقطه في العاده يتم اشراك مبتكر او مبتكرين لتمثيل السلطنه، هذا العام حصلنا على 3 مبتكرين لتمثيلنا خارج السلطنه. هذا يدل على أن جودة الابتكارات والمخرجات سواء كان طلبة جامعات أو كليات أو حتى المبتكرين اللي هم موظفين أو حتى باحثين عمل جودتهم عالية، خبرتهم ممتازة، وهذا يأتي كله بناء على التراكمات. صحيح. الوزارة والبيئة الداعمة أيضا أستاذ علي. نعم. الداعمة، الكفاءة أيضا الفردية مهمة، ودور السلطنة لله الحمد في آخر السنوات، في آخر 4-5 سنوات في حراك قوي في مجال البحث العلمي والابتكار. هذا طبعا نابع من اهتمام مولانا السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، في أول خطاب ذكر أهمية البحث العلمي والابتكار، وتبع ذلك في موضوع النظام الأساسي في الدولة رقم المرسوم السلطان رقم 6 على 2021 أحد بنوده يتكلم عن تتكفل الدولة حرية البحث العلمي والابتكار وتوفير البيئة المحفزة والداعمة. رؤية عمان 2040 تتحدث أن عمان يجب أن تصل لأفضل 20 دولة خلال 2040 وأفضل 40 دولة خلال 2030. نحن عندنا قواعد قوية ولله الحمد. جميل. علينا أن ننفذ التوجيهات التي الحكومة وضعتها علينا إن شاء الله. واليوم من صور للتنفيذ هي مثل هذه البرامج والمشاركات العمانية للشباب خارج أسوار الوطن. طيب بالنسبة لمعرض جنيف الدولي للاختراعات بالتحديد آخر يوم للتسجيل بيكون 16 نوفمبر. 16 نوفمبر آخر يوم للتسجيل. نعم. والتسجيل ما زال مفتوح، وهذه فرصة الدعوة للمشاهد الكريم، فرصة من خلال قناتكم يعني في دعوة المبتكرين للتسجيل والإسراع، وما ينتظروا إلى آخر يوم أو يومين يعني احتساب لأي مشاكل فنية. صحيح. في الأنظمة،
ونتبنى أن يكون أكبر عدد ممكن المبتكرين يمثلون في هذا المسابقة الدولية. نحن دائما شبابنا مبادر صحيح؟ نعم نعم، وهذا أكبر دليل يعني. الله يخليك، شكرا لك أستاذ علي، ما قصرت، شكرا لك على هذا الحضور. أستاذ علي بن عبد الله المسكري، مدير دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شكرا جزيلا. شكرا بيان.